عصر السرعة والتقنيات الموضوعة تحت تصرفنا عملت تغيير واضح بطريقة نقل الخبر أو الحدث يلي كان عادة متكل على النص الكتابي. راب أب عبارة عن إمكانية تسجيل صوتي متطور بيساعدنا على تسجيل كل ما يمكن حدوثه خلال أحداث أو اجتماعات مهمة يمكن نكون بحاجة إلى لاحقاً. كبرت بأمريكا بواشنطن دي سي ونقلت على دبي من شي 10 سنين وبعدين بلشت راب أب من سنتين. رامي، شو الفكرة الأساسية وراء تأسيس الشركة أم الأبليكيشن؟ هي كانت فكرة اجتني باجتماع وزبون قال شي مهم وشفت كل الناس اللي كانوا عم يسمعوا الزبون بلشوا يكتبوا وبطلوا عم يسمعوا شو عم يقول، وهي أهم شيء تكون أنت present مع الزبون. يعني شو اللي بيميز هيدا التطبيق عن غيره من التطبيقات وكيف بتقدروا تشدوا العالم أكتر؟ هي إذا نبشت على أي كلمة حدا قاله بالاجتماع فيني لاقيها وأسمعها وأعرف شو كان الموضوع من نفس الوقت إذا كان 6 أشهر من بعد الاجتماع. رامي، الكتابة لنقل الخبر مش أضمن من تسجيل الصوتي، خاصة إذا هيدا التطبيق أنا نسيت يمكن سجل أكبس إنه ستارت أو صار في عطل خلال الاجتماع. حسب الشخص، أنا شخصياً مثلاً ما بعرف أقرأ الكتاب اللي أنا بكتبه وما عم بعرف أسمع شو عم بيقول الواحد وبنفس الوقت أكتب كل شيء اللي عم بيقوله، فهي الأبليكيشن بتسهل الموضوع. فأنا كشخص فيني ركز أكثر عن الحكي هي نفسياً وعارف إنه الأبليكيشن حتسجل كل شيء مشان النوتس. رامي، كيف تشتغل الأبليكيشن؟ فيك تبجل التسجيل من الريكوردينج هي أو من الكالندر، فإذا بلش من الكالندر بكبس ريكورد and it begins to transcribe everything that I'm saying in real time. So every single word is coming up exactly on the screen as I'm saying it. So the first way I can take a note is by saying the words take a note. And this brings up a notepad where I can write out all of the important things that I want to say and it gets added to the summary. If you're speaking and I don't want to interrupt you, I can just press a button and it'll basically capture that moment as well. Nice. When I'm done, I hit the stop button. I can save it. And I can say how many speakers were speaking in the meeting. So in this one, there's 2 speakers. So I can run speaker identification. Now all of these become notes that I can share in different applications. I can send it via email, or I can go to Slack, or even on Facebook, Twitter, whatever I want. And it will go with a playback link, so anyone can play back the meeting. اوكي، يعني انا عندي الاوبشن يا اقرا كله ككتابه، يا اسمعه واقري، يا اقول للتطبيق انه انا بدي اهم النقاط ذكرت، ويا كمان في اقرر شو كمان غير اوبشن في السيستم يعطيك الريزلتس بيكونوا سمارت هايلايتس. اوكي رامي، قلت لي غير على التليفون فينا نستعمل التطبيق عبر اللابتوب كمان. نعم، لانه هي التسجيل بتكون على الكلاود، فانا كل الاوديو اللي انا سجلته على التليفون فيني العب نفس الميتنج الاجتماع على الكلاود. وعلى الويب بيطلع لي اكثر فانكشناليتي اكيد. فبالنسبه للسبيكر مثلا هون بالترانسكريبت بيطلع لي كل واحد حكى شيء وفيني اشوف مين حكى. اوكي، يعني كيف صارت الكونفرسيشن؟ أنا حكيت، أنت حكيت، رجع حدا تاني. أيوة. حكي، فهون في وحدة اسمها بيرجيت حكت هون، فيني كمان أكبس وكمان أنا حكيت من بعدها، فبكل كل مرة حدا حكى بيطلع له الاسم حد التكست. بس بتكون أنت أوريدي مسجل الاسم؟ أنا سجلت على الاسم على الابليكيشن. إيه، لأنه أنا حطيت الاسم هون، سمعت إنه هيدي هي الكاستمر. كمان فينا نسجل ميتينجز اللي صاروا اونلاين، فانا بروح على الكالندر وبلاقي كل الايفنتس اللي عندهم دايل ان انفورميشن. شو يعني دايل ان؟ يعني عندهم نمره اللي حدا فيهم يتصل فيه مشان يكون بالاجتماع. هلا صارت الاجتماع بالتكنولوجيا اونلاين، فهون بيعملوا اوتو سمرايزيشن ونحن بنحاول نعمل كابتشرينج للاجتماع بالاونلاين.
هل في عندكم تحكم بالتطبيق لدرجة إنه تقدروا تعرفوا مضمون التسجيل عن شخص تاني؟ لما بتكون على الكلاود وبتعمل أبلود هي بتكون encrypted. شو يعني؟ يعني الشخص هو نفسه بس فيه يسمع التسجيل ويقدر يقرر إذا بده يشارك ناس ويعطي التسجيل لغيره، فيه يعمل sharing لهالتسجيل. فكرة التسجيل الصوتي مثل ما بنعرف منها شيء جديد، بس شو اللي أكتر شيء رح يميزكن عن غيركن؟ واللي بيميزنا بيكون هي التحويل من الصوت للمكتوب، ومن هالمكتوب فينا نعمل كذا قصص. وين بتشوف راب هوب بعد سنة، بعد 5 سنين، أم بعد 10 سنين من اليوم؟ بدنا نكون بكل العالم. هلأ صار في يوزرز وشخص بأمريكا، بإنجلترا، بالإمارات عم بيستعملوا الابليكيشن، بس كله بالإنجليزي. بنحب نحاول لغير لغة. رامي، ليش اخترتوا دبي لحتى تبلشوا منها؟ لأنه دبي هي بتكون بزنس هاب كتير مهمة، ولقيت الكو فاوندرز تبعولي هون، فعملنا الابليكيشن مشان الاجتماعات، وحاولنا نبيعها بدبي أول شيء وبعدين للعالم الكل. شو غير تحديات واجهتك غير إنه تلاقي الفريق لحتى تقدر تبلش بهذا التطبيق؟ يعني أكيد أول شيء بيكون الفكرة هي نفسياً لازم تكون حلوة، ومن بعدها لازم تجرب أنت كشخص، تحاول تشوف كيف تكبر هالفكرة من فكرة لبزنس. رامي، شو أكتر قصص النجاح اللي أثرت فيك خلال إنشاء راب هوب؟ أول شيء كان الكومبيتيشن، الهاكاثون، هي اللي اجتمعنا أول مرة مع الكوفاوندرز وعملنا أبليكيشن بين 24 ساعة، يلي نجحنا الكومبيتيشن وربحنا الكومبيتيشن. كنا أب أوف ذا داي ب20 بلد بالعالم كله، فراب أب كان أب أوف ذا داي بالأب ستور، فهيدي كانت كتير مهمة إلنا. Good luck رامي، و thank you إلك. Thank you. ما غلط يلي قال، صرنا بعصر الصوت والصورة، فالصوت عنصر مهم لنقل جو الأحاديث والاجتماعات المهمة. راب أب ومن خلال تطبيقها عملت قيمة للصوت وزادت بسرعة نقل الخبر وتوثيقه بشكل أفضل.